متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. جاء خبر رحيل زيدان عن ريال مدريد كالصاعقة على لاعبي الفريق الذين عاشوا معه أوقاتا رائعة وحققوا معا لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي في إنجاز غير مسبوق. فجميع اللاعبين ما زالوا لم يصدقوا ما حدث ويشعرون بحزن كبير ولا يفهمون كيف سيبدأون العمل مع مدرب جديد بفلسفة جديدة وبنظام تدريبي مختلف، خاصة بعد انتهاء حقبة زيدان التي شهدت أجواء مختلفة قلما تواجدت في غرفة ملابس النادي الإسباني على مستوى العلاقة والارتباط الوثيق بين اللاعبين والجهاز الفني وإدارة الفريق. وحرص العديد من لاعبي ريال مدريد على بعث رسائل الوداع لمدربهم الفرنسي الذي قادهم لصناعة التاريخ، وإليكم أبرزها. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، المرجو الاشتراك في قناة ميد سبورت وضغط زر الإعجاب لتشجيعنا. نبدأ بقائد الفريق سيرخيو راموس الذي بعث برسالة لزيدان عبر حسابه الشخصي بتويتر، كان مفادها: كلاعب ومدرب قررت أن تقول وداعا في القمة، أشكرك على 2.5 عامين من كرة القدم والعمل والحب والصداقة، لن يتم محو إرثك أبداً، أحد أكثر الفصول نجاحاً في تاريخ ريال مدريد. أما نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو فقد أظهر امتنانه للمدرب الفرنسي عبر إنستغرام قائلاً: لقد كان فخراً كبيراً أن أكون لاعبك، شكراً جزيلاً لك يا أستاذ. فيما أبدأ مارسيلو حزنه الكبير ونشر صورة له رفقة زيزو على إنستغرام وكتب: مستر زيدان، لقد تعلمت منك الكثير، استمتعت كطفل بكل تدريب ولعبة ونصيحة. وجاءت كلمات داني كارفاخال لتظهر ارتباطه الشديد بزيدان عندما قال: زيدان، أود أن أشكرك على 2.5 عامين كمدرب لنا، لقد كنت محترفا بشكل لا يصدق، وكذلك جميع طاقمك، لقد تعلمت الكثير بصفتي لاعبا وشخصا تحت إمرتك، أتمنى لك الأفضل وأشكرك مرة أخرى على التفاني. كما نشر إيسكو رسالة وداعية لمدربه على حسابه الشخصي بإنستغرام قائلا: زيدان، لقد كان شرفا لي العمل معك، وتعلمت منك الكثير يوما بعد يوم، وفزنا معا بكل شيء لأننا تعاهدنا على جعل هذا الفريق تاريخيا. عناق. في المقابل لم يخفي توني كروز ما يكنه للمدرب الفرنسي وكتب في تغريدة عبر تويتر: شكرا أستاذ، لقد كان من دواعي سروري. أما شريكه في خط وسط النادي الملكي لوكا مودريتش فنشر على إنستغرام صورة له رفقة زيدان وقال: مستر، لقد كنت فخورا بالعمل والتعلم منك، هذه الفترة سيتذكرها الجميع للأبد، ممتن لكل شيء وأتمنى لك الأفضل، شكرا زيدان. ومن جانبه كتب البرازيلي كازيميرو: ليس لدي كلمات لشكرك على كل شيء قدمته لغرفة الملابس ولريال مدريد وللمدريديستا، لقد كان شرفا أن يدربني مثلي الأعلى، إلى الأبد زيزو. أما كريم بنزيما الذي لطالما حظي بدعم المدرب الفرنسي فكتب على حسابه الشخصي بإنستغرام: يا له من شرف أن أكون قد تطورت تحت أوامر رجل عظيم مثلك، شكرا لك زيزو. وعلى غرار بنزيما وجه الحارس كيلور نافاس الشكر لزيدان على دعمه خلال الفترات الصعبة قائلا: أستاذ، ليس لدي أي شيء لأقوله غير الامتنان، شكرا لك على دعمك الكبير في لحظات السعادة وقبل كل شيء في الحالات الصعبة، شكرا لك على تكوين أسرة وشكرا لك على نصائحك، حياة نقية أستاذ. بينما ودع فاران الرجل الذي كان سببا في جلبه لريال مدريد قائلا: كنت مثالا على مستوى عال للغاية مهنيا وشخصيا، شكرا لك على كل شيء. وكتب كوفازيتش: شكرا زيدان، لقد كنت سعيدا بالتعامل معك. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للاعبين الشباب في الفريق الذين عبروا أيضا عن حزنهم لرحيل زيدان ووجهوا له رسائل عاطفية، حيث كتب المغربي أشرف حكيمي على إنستغرام: ممتن للأبد على ثقتك ولكونك الشخص الذي حقق حلمي باللعب للفريق الأول لريال مدريد، شكرا زيدان. أما أسينسيو فقال: أشكرك على كل ما قمت به من أجلي ومن أجل الفريق، لقد كان شرفا أن أتمكن من الفوز معك والتعلم منك خلال 2 الموسمين، أتمنى لك الأفضل أستاذ. فيما عبر فاسكيز عن امتنانه لزيدان بعبارة: لقد كان من دواعي سرور اللعب تحت أوامرك أستاذ، أسطورة كلاعب والآن كذلك أيضا كمدرب، لقد كان شرفا التعلم والفوز بجانبك، أتمنى لك الأفضل، شكرا وإلى اللقاء. ونشر ثيو هيرنانديز صورة له رفقة زيدان كتب عليها: لقد كان من دواعي سرور العمل معك والتعلم منك، شكرا زيدان. أما ناتشو فأظهر عاطفته تجاه المدرب الفرنسي وكتب على إنستغرام: أشكرك مستر على كل ما جعلتني أعيشه خلال 2.5 سنين،
لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك، وهذا هو السبب في أنك مرجع للجميع. شكرا لك على كل شيء، وحظا سعيدا في المستقبل. كانت هذه بعض الرسائل الوداعية التي كتبها لاعبو ريال مدريد إلى مدربهم السابق زيدان، لكن هناك اسم واحد فقط تخلف عن وداع زيدان ولم يبعث برسالة على أي حساب له من مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، وهو جاريث بيل، مما يؤكد صحة الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن توتر العلاقة بين الجناح الويلزي وزيدان. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.